انا اول مره احضر افطار النادي الاهلي يعني في عز علاقتي الطيبه بمجالس الادارات او المتوتره من قبل كده انا ما احضرش، لكن ده بالذات حرصت على حضوره لان الدعوه جات لي شخصيه وده كان امر مهم. ثانيا لانه انا عايز ابين ابناء النادي الاهلي كلهم اسره، يعني النادي الاهلي كله اسره واحده، نختلف كل واحد يبقى له وجهه نظر ده ما يزعلش في حاجه، لكن في النهايه صالح النادي الاهلي. انا شخصيا معجون بميه النادي الاهلي، بحب النادي الاهلي بشكل واضح الناس عارفاه، فحبيت اكون متواجد النهارده عشان ادي الرساله دي. قد نختلف وجهات النظر لكن خلاص بقى في مجلس اداره لازم يتعاون لازم يتساعد، فاحنا كلنا بنساعد النادي الاهلي من خلال مجلس الاداره اللي موجود حتى لو كان لنا وجهات نظر في الانتخابات، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله عز وجل، واي خطوات ايجابيه هنكون موجودين معاهم فيها وهنساعدهم، لان دي في النهايه مصلحه الرياضه المصريه، مصلحه البلد كلها. النادي الاهلي جزء كبير جدا من المجتمع مش كوره بس، وبالتالي لازم نقف بقوه عشان الحياه تعود بقوه تاني، وبالتالي بنؤكد للناس ان لا يوجد اي نوع من انواع الخلافات، قد تكون هناك اختلافات وجهات النظر لكن ما فيش نوع من انواع الخلافات. نطلع على فريق كوره، راي حضرتك في استبعاد الخماسي رؤوف ومانجا وشهاب؟ ماليش راي، ده راي الجهاز الفني، ولو انا رئيس نادي لو انا فراش النادي مش هيبقى لي راي، انا مالي، ان ده في جهاز فني جه والجهاز الفني هو صاحب الراي صاحب الكلمه الاولى والاخيره، وبالتالي هو من حقه انه يختار، لان احنا هنرجع نحاسبه لما بقى يأثر نقول له لا والله انت أثرت انت اخترت غلط ومشيت لعيبه كويسين، نبدا نحاسبه على ده، لكنه محدش خالص ليه راي في الموضوع ده غير الجهاز الفني. حضرتك شايف ان المدير الفني الاسباني الجديد قادر يحقق بطوله الكونفدراليه مع النادي الاهلي؟ حتى لو خسرها انا مش عايز الناس تبقى مستعجله بالشكل ده في الحكم على الراجل، لانه راجل على ما يولف على ما يولف على البلد نفسها، لانه البلد جديده عليه ما اشتغلش قبل كده في المنطقه دي، هياخد وقت، فحتى خسر الكاس مش مهم، يخسر الكونفدراليه برده مش مهم، تبدا تحاسبه من بطوله الدوري الموسم القادم. انا شايف ان القصه فحرام ان احنا نصدم الراجل، ان هو معاه عدد لعيبه المقيدين هيشتغل بيهم، فمش فارقه معايا قوي انه يكسب الكونفدراليه ويخسرها، قد ما يبني فريق جديد، قد ما يعمل شكل حلو للنادي الاهلي، قد ما يبدا يبقى موجود في البطولات ان شاء الله من الموسم الجديد. طب حضرتك كيف ترى مواجهه الاهلي والزمالك في القاهره السوبر؟ يا امتى؟ يعني لسه ما تحددش لحد دلوقتي. ما تتحدد 16/8 ما تتحددش يعني ما اعرفش، بس اهلي وزمالك يظل اهلي وزمالك، يظل لقاء قمه، يظل لقاء قوي، الزمالك جدد فريقه بالكامل وبالتالي بقى عنده لعيبه جادين، والاهلي نفس الوضع برضه، فهيبقى لقاء غير اللقاءات، هيبقى في نديه في تكافؤ يعني. اتمنى حضور الجمهور فيها؟ انا اتمنى حضور الجمهور على طول، بس الجمهور اللي بيعمله مش هيخليه يحضر ابدا يعني.